السلام عليكم. تتصاعد حدة المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى، وتقترب هذه المواجهات أكثر فأكثر من العاصمة صنعاء التي بات سكانها يترقبون اندلاع معركة استعادة المدينة في أي لحظة. مؤشرات تدفع بخيار الحسم العسكري إلى واجهة الأزمة اليمنية التي ازدادت تعقيدا منذ انطلاق مشاورات الكويت قبل أكثر من 60 يوما، وبدا واضحا أن أمين عام الأمم المتحدة الذي ألقى بثقله في هذه المشاورات قد فشل في الدفاع بها قدما في الدفع بها قدما على نحو ما تخطط الأمم المتحدة والرعاة الدوليون. احتدام المعارك على مشارف صنعاء تتزامن مع اندلاع المعارك في معظم جبهات القتال وخطوط المواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى، وهذا التلاحم يفسره المراقبون بأنه يعكس تطورا مهما في الموقف الميداني للتحالف الذي كاد أن يصل إلى مرحلة الجمود مع سريان الهدنة الأخيرة. ويدلل المراقبون على ذلك باستئناف طيران التحالف نشاطه في جبهة تعز التي وصفت بأنها الجبهة المنسية إثر تجاهل التحالف لها، فيما واصل الانقلابيون شن هجماتهم بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع الجيش والمقاومة وعلى الأحياء السكنية في مدينة تعز، ما تسبب في مجازر خطيرة. عن التطورات العسكرية في شرق العاصمة وفي عدد من جبهات المواجهة العسكرية نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني، لكن قبلها دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بهذا القدر من الشجاعة والإقدام يسطل الجيش الوطني والمقاومة ملاحم البطولة ويعبران عن شجاعة لا نظير لها على مشارف صنعاء. خيار الحسم العسكري يتعزز كل يوم في ظل الإخفاقات التي لا يمكن تغطيتها في المسار السياسي. المعركة ممتدة من هنا في جبل هيلان وحتى مشارف بني حشيش. هجمات لا تتوقف من جانب الإنقلابيين، ترتد انتصارات متواصلة للجيش والمقاومة اللذين تمكن خلال الساعات الماضية من تحرير مناطق مهمة ومنها قرية بني صبر بمنطقة حريب عقب مواجهات عنيفة. مصادر الجيش والمقاومة تتحدث عن فتح 3 جبهات شرق صنعاء باتجاه نقيل بن غيلان الاستراتيجي ومديرية بني حشيش وفي عمق منطقة حريب. تطورات جعلت الجيش الوطني والمقاومة على وشك السيطرة على نقيل حريب الاستراتيجي المطل على مديرية بني حشيش في الطريق إلى تحرير نقيل بن غيلان قريبا وفقا لهذه المصادر. طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح كانت في طريقها إلى جبهات القتال في شرق العاصمة، فيما يواصل توجيه ضرباته على ثكنات ومخازن معسكر العمالقة بمديرية حرب سفيان التي لا تبعد كثيرا عن ميدان المواجهات الرئيسية في شرق العاصمة. نطاق المواجهات يتسع ليشمل كل جبهات القتال تقريبا، فيما يختفي صوت الإعلام العسكري ويتراجع تأثيره في ساحة ملتهبة. يأتي ذلك فيما يتعزز الاعتقاد بأن الحسم العسكري مرشح أكثر من غيره من الخيارات لإنهاء أزمة طال أمدها وانكشفت مظاهرها الدموية عن مأساة يحتاج اليمنيون إلى فترة طويلة لتجاوز آثارها السيئة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ نبيل البكيري الباحث والكاتب السياسي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ نبيل. يعني الموجات في جبل هيلان في نهم على مشارف صنعاء، وهناك كما شاهدنا كثير من مظاهر الاستبسال لدى الجيش الوطني، يعني ما الذي تفسره أو ما هذه المواجهات في هذا التوقيت تحديدا؟ باعتقادي بطء عجلة العمل السياسي أو العملية السياسية في اليمن أدت إلى كثير من الإرباكات على كل المستويات فيما يتعلق بالجيش الوطني ويتعلق بالمقاومة. أنا باعتقادي أن المسألة اليوم هي مرتبطة بوجود إرادة حقيقية لمسألة الجيش الذي يتشكل اليوم، هو يتشكل في تون هذه المعركة التي يستعيد بها اليمنيون إرادتهم ويستعيد بها حريتهم وكرامتهم، وبالتالي هو الجيش القادر على استعادة هذه اللحظة ورسم ملامحها. فقط الآن هذا الجيش، ما ينقص هذا الجيش هو ينقصه قرار أو إرادة سياسية تطلق له العنان ليتحرك. أنا باعتقادي أنه بهذه الإمكانيات البسيطة التي يقاتل بها المقاتلون سواء على مستوى الجبهات المنسية، جبهة تعز وغيرها وجبهة القبيطة وجبهة البيضاء، أنا باعتقادي أنه بهذه الإمكانيات البسيطة استطاعوا أن ينتصروا على يعني على آلة عسكرية كبيرة بحجم الآلة التي كان يمتلكها الجيش السابق.
وعلى امتداد أكثر من عام ونصف صمود أسطوري بطولي، حافظوا على مواقعهم وأيضا بقوا طول كل هذه الفترة دون أن يسمحوا لهذه العناصر أن تتمكن من الاستيلاء والسيطرة على هذه المناطق. اليوم ما يحصل في جبهة هيلان وما يحصل في مأرب، أنا باعتقادي أن جبهة مأرب هي جبهة اليوم تمثل قلب المعركة بالنسبة للعاصمة صنعاء، أو بالنسبة لمعركة العاصمة صنعاء. الضغط الدولي والذي لاحظناه خلال مدة أكثر من شهرين التي أدت إلى مفاوضات الكويت بهذه العجلة أو بهذه السلحفائية التي تمشي بها دون وجود مخارج، دون وجود رؤية، دون وجود كل ما هنالك، فقط هو عملية الضغط على الجيش وعلى المقاومة الموجودة على الأرض لتحقيق الانتصار، وبالتالي لم يكن بمقدورهم أن يحدوا من هذه العمليات إلا من خلال إيجاد هوامش عمل سياسي مثل الحديث عن المفاوضات وعن جهود سلام لن تفضي إلى شيء. أنا باعتقادي اليوم الخيار الوحيد والحسم الوحيد يكمن في اليمن بوجود أو ببنية حقيقية لحسم المعركة عسكرياً، وأنا باعتقادي أنه اليوم أصبح أفضل من أي وقت مضى. الزمان والوقت والمكان لم يعد هناك مجال لمزيد من الإبطاء. معنويات الجيش مرتفعة إلى درجة لم أحد يتخيلها. أنا باعتقادي الآن فقط يوجد إشارة واضحة لانطلاق هذه عملية التحرير، وباعتقادي أنه الجيش قادر على استعادة الدولة واستعادة العاصمة واستعادة كل شيء. نعم، طيب يعني هل نعتبر أننا الآن أمام مرحلة فارقة في تاريخ الجيش الوطني أو التحولات الوطنية أيضا التي يخوضها اليمنيون؟ كنت قبل الدخول إلى الحلقة في نقاش مع الزميل محمد المقبلي، وتحدثنا عن هذه اللحظة الحاسمة، ومن ملامح الجميلة فيما يتعلق بمسألة بناء جيوش وطنية غير ذات ولا عصبوي أو مناطقي أو مذهبي، أو هذه اللحظات هي لحظات استعادة الدولة، استعادة الوطن، هي اللحظة التي تصنع الجيش الوطني. أنا باعتقادي أنه كانت تجربة 33 سنة التي قضاها المخلوع صالح في الدولة وأنشأ جيشاً عائلياً بكل ما تحمل الكلمة، معنا جيشاً مناطقياً طائفياً، استطاع في لحظة عين من حروبهم في صعدة تحولوا إلى عبيد لصعدة أو لسادة صعدة كما يقال، أنه جيش دون عقيدة قتالية، دون عقيدة وطنية، دون ولاء. بالتالي هذا الجيش هو الذي بنته الصدفة وبناه مرحلة الترف ومرحلة اللا رؤية واللا وطنية. يعني جيش اصطبغ بصبغة القائد وبصبغة من كان على قمة هذا الجيش، مثلا بعلي عبد الله، بشخص علي عبد الله صالح وشخص أسرته الذين رأيناهم كيف اليوم يديرون المعركة. أنا باعتقادي هذه اللحظة الآن هي التي تصنع صنعت المقاومة الوطنية. المقاومة الوطنية بدورها هي التي ستؤدي وستتحول إلى جيش وطني. الجيش الوطني هو الذي تنضجه هذه المعارك ليكون جيشا وطنيا من كل بقاع اليمن، جيشا شارك في استعادة الدولة والنظام واستعادة اليمن التي اختطفت من قبل العصابة. باعتقادي أن هذه اللحظة هي التي فعلا يمكن الاعتماد والركون عليها بتخليق جيش حقيقي، جيش غير ولا ضيق لا مناطقيا ولا مذهبيا ولا جغرافيا. أنا باعتقادي هذه اللحظة ستنتج الكثير من القادة، وهم الذين اليوم نراهم في الميدان والذين قد رحلوا والذين بقوا. لا، أنا باعتقادي أنه متفائل جدا أن هذه اللحظة ستولد لنا جيشا وطنيا، وهم اليوم الذين يسطرون هذه الملاحم واستطاعوا بإمكانيتهم البسيطة الذاتية أن يصنعوا ما صنعوا. نعود للتحدث عن هذا الجيش الذي يعني يتبلور في هذه اللحظة أستاذ نبيل، لكن انضموا معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الشندقي ناطق رسمي باسم المقاومة الشعبية بصنعاء. مساء الخير سيد عبد الله. مساء الخير أستاذ كريمة. مرحبا بك أستاذ عبد الله. شاهدنا يعني هناك تقدم واضح للجيش وللمقاومة في أكثر من منطقة، ربما المواجهات الأخيرة في جبل هيلان، هل حدثتنا أكثر عما يدور هناك؟ طبعا هذا الأسبوع وفي خلال هذه الأيام الماضية واليوم على أثر صد الهجومات المتكررة من قبل ميليشيات الانقلاب، تم تقدم الجيش الوطني المقاومة الشعبية في أكثر من محور، بداية من محور هيلان والاستيلاء ويعني السيطرة على أربع يعني تباب ومواقع استراتيجية، إضافة إلى ذلك التقدم الذي حصل في جبهة نهم صنعاء.
يعني هناك في الميمنة كان الصد للهجوم، ومن ثم الهجوم المرتد من قبل الشرعية، والسيطرة على جبل رشح وخسائر كبيرة، يعني عشرات القتلى خلال الأسبوع المنصرم، بداية بحوالي 21 قتيل، إضافة إلى يعني يوم أمس وأول أمس ما يقارب من 30 قتيل. لا زالت الجثث مترامية أو مرمية في يعني مواقع جبال رشح التي هي جزء من جبل يام، إضافة إلى التقدم الذي حصل إثر هجوم كذلك من قبل الميليشيات في القلب، منطقة القلب من المعركة، داخل يعني التقدم كان من داخل ملح، والسيطرة على يعني جبل رأس الصلاة وجبل عيدة وجبل المنصاع، والآن الاشتباكات تدور بعد السيطرة على جزء من جبل المنار، تدور الاشتباكات إلى هذه اللحظة ومعركة من يوم أمس داخل هذا الجبل وفي هذه المنطقة التي تعد مسيطرة على مركز مديرية نعمة الذي هو المديد. إذا ما تمت السيطرة على مركز المديرية على منطقة المديد، هي جزء تعتبر الجغرافيا المنطقة التي يقع فيها المركز، جزء من يعني منها هو نقيل بن غيلان، سيكون إن شاء الله تحت السيطرة فيما بعد السيطرة على مركز المديد الذي تدور الاشتباكات يعني في المرتفعات التي تطل عليه جبل المناف. طيب، إضافة إلى ذلك ما يحصل في الميسرة التي هي منطقة حريب نهم، ميسرة المعركة معركة نهم صنعاء، يعني كانت السيطرة خلال يعني الأسبوع الأول من يعني من شهر يعني الأسبوعين التي سبقت شهر رمضان، وهجومات كان آخرها أمس للميليشيات لمحاولة استرجاع يعني جبل يعني من جبال بني حميد او الحميد. طيب استاذ عبد الله، يعني كان قد الهجومات وخسائر كبيره، من ضمنها امس كان لدينا يعني شهيد ولديهم يعني اكثر من 16 قتيل من الميليشيات في منطقه الميسره. اليوم بات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه على اهبه الاستعداد للرد اثناء الهدنه وللتقدم فيما بعد فشل مفاوضات الكويت التي أفهم من كلامك أستاذ عبد الله أن كل ما يحدث أن كل ما يحدث هو مجرد رد على يعني الخروقات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، لم يحدث بعد أن تقدم الجيش الوطني والمقاومة من يعني من نفسه. طبعا التقدم الذي يحصل هو في إطار رد الفعل الذي يعني سمحت به القيادة السياسية في المحافظة على المواقع والمحافظة على النفس، لأننا يعني إلى الآن لم نوجه ب يعني معركة صنعاء. نحن كجيش وطني ومقاومة شعبية على أهبة الاستعداد لمعركة صنعاء. إذن ما الذي يجعل أستاذ عبد الله يعني الكثير يتساءل؟ سيحسم المعركة بعد فشل معركة الكويت. نعم أستاذ عبد الله، ما الذي يجعل معركة صنعاء أحيانا تكون يعني حديث فجائي للإعلام وللجميع بأنها حانت يعني أصبحت قريبة، ومن ثم هدوء تام ولا نستمع لأي تحركات، وعلى العكس هل هناك يعني اتباع تام لما يحدث في أروقة السياسة ولما يعني يراد له من التحالف والحكومة الشرعية، أم أن الأمر مرتبط بأمور أخرى داخلية؟ أختي الكريمة، نحن كنا قد بدأنا في معركة صنعاء فيما قبل يعني شهر 4، ويعني لما شعرت الميليشيات بقرب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صنعاء ويعني قرب الحسم سارعت إلى أن يعني تطلب المفاوضات داخل الكويت. لما شرع المجتمع الدولي والشرعية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومة في مفاوضة الكويت، الذي أوقف هذه الحرب والتقدمات التي كانت هي مفاوضات الكويت والتوجيهات من القيادة السياسية بالهدنة. نحن إذا ما فشلت مفاوضات الكويت التي نرى مؤشرات فشلها من خلال مماطلة وفد الإنقلابيين والنقوص على المرجعيات وعلى ما تم الاتفاق عليه ويعني محاولة كسب الوقت فقط من خلال المفاوضات، نرى أنهم يعني قد ضيعوا الفرصة الأخيرة لشعبنا والفرصة الأخيرة لهم،
وللسلم الذي طمح إليه الشعب اليمني. إذا ما فشلت هذه المفاوضات ننتظر نحن يعني توجيهات القيادة السياسية بالدخول في الحل العسكري والحسم العسكري والخيام العسكري، وسنكون على أهبط الاستعداد كجيش ومقاومة داخل جبهة صنعاء لدخول صنعاء بالخيام العسكري بعد فشل مفاوضات الكويت وإعلان فشلها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الله الشندقي الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بصنعاء، كنت معنا عبر الهاتف. عبد الله أستاذ نبيل، تعقيبا على حديث الأستاذ عبد الله، هل تتفق مع ما طرحه بأن يعني التقدم الذي قد كان حدث في شهر 4 جعل أو دفع بالميليشيا بالرضوخ للمشاورات لأنها وجدت أنها ستكون خاسرة عسكريا؟ لا شك في ذلك، أنه استمرار العمليات كان أدى إلى ضغط كبير، هذا الضغط تمثل بانهيارات ليس على مستوى جبهة معينة، على كل الجبهات كان في انهيارات كبيرة. هذه الانهيارات أدت إلى بعض الأطراف التي لا تحب أن تنهار السلطة الانقلابية بهذا الشكل، إلى أن تخلق مناخ آخر للحديث عن سلام ومباحثات سياسية للوصول إلى حلول كما يتصورون. لكن في حقيقة الأمر أيضا أنه الإشكالية اليوم تكمن أنه يعني حتى طول أمد هذه المباحثات وهذه المفاوضات هي أدت إلى إعادة ترتيب صفوف الميليشيات، أدت إلى إعادة ترتيب أوراقها وترتيب صفوفها في هذه الجبهات، وبالتالي أنا باعتقادي أنه أي تأخير سياسي أي تأخير للحسم العسكري هو يصب في صالح الطرف الانقلابي، لأن الطرف الانقلابي من خلال هذا عدم الحسم هو يقدم نفسه للمجتمع الدولي على أنه لازال صامد وأنه القادر على إدارة الأمور، وأنه لا يمكن أن يتم تجاوزه في أي مرحلة، سواء عن طريق المباحثات السياسية أو عن أي طريق آخر للحلول في اليمن. وبالتالي أنا باعتقادي أنه تأخر المسار السياسي المسار العسكري وعدم المضي فيه هو سينعكس سلبا ليس فقط على مستوى المعركة العسكرية، هو ينعكس سلبا على مستوى حتى المعركة السياسية. المجتمع الدولي اليوم ينظر إلى هذه الأطراف الميليشيوية الانقلابية على أنها أطراف قادرة على إدارة هذا المشهد وأنه لا يمكن تجاوزها، وبالتالي يخلق قناعات أيضا لدى كثير من الأطراف على أن تقتنع بمثل هذه الأفكار التي تطرح. وبالتالي ما رأيناه في الكويت أيضا من طول أمد هذه المشاورات من زيارة وذهب مثلا بين كومون إلى هذه المفاوضات والجلوس مع الأطراف المفاوضة هو دليل أيضا على أنه كلما تأخرت مسارات هذه المفاوضات بدون وجود عملية عسكرية حقيقية على الأرض كلما كان ذلك في صالح الطرف الانقلابي، وأدى أيضا في نفس الوقت ينعكس سلبا على معنويات الجيش الوطني والمقاومة التي قدمت وضحت وهي قادرة على حسم المعارك في كثير من الجبهات، فقط ينقصها فقط القرار السياسي الواضح والصريح بأن تمضي وتحسم المعارك في هذه الاتجاه. نعم، يعني مثلا كما تفضل أستاذ عبد الله في معركة صنعاء الأخيرة يعني التي تحدث الآن هي مجرد ردود فعل كما قال يعني لكل الخروقات التي تقوم بها الميليشيا، لم يحدث أن تقدمت المقاومة حتى الآن من حيال نفسها. صحيح، من هذه من الأشياء الغريبة التي نراها اليوم في الحديث عن وجود سلام ووجود انتهاكات، نحن لم توجد مرحلة الهدنة حتى يتم الحديث عن انتهاكات، لم يسجل للهدنة حتى من الدقائق الأولى لإعلانها أن تم الالتزام بها، وبالتالي الحديث عن هدنة الآن هنا يعني نوع من النكت الثقيلة التي لا أحد يستطيع أن يستوعبها لصداقتها. المعركة مستمرة منذ اللحظات الأولى ولم تتوقف على الإطلاق، وبالتالي حينما نتحدث عن ردود فعل نحن هنا فقط نبرر وجود مثل هذه الحالة المختلة، ولا في الحقيقة في حقيقة الأمر إن هناك في قرار سياسي ما، هذا القرار السياسي لم يتخذ بعد نتيجة لضغوط دولية أو لضغوط بعض الأطراف الموجودة في التحالف العربي إنه ترتيب صفوف معينة أو إعادة تموضعات معينة للقوى الانقلابية، لكن أنا باعتقادي إنه هناك خلل كبير موجود في إطار اتخاذ قرار حقيقي فيما يتعلق بمعركة صنعاء وبغيرها من المعارك. نحن أمام نوع من الميوعة السياسية التي أنتجت مثل هذا التشوه الموجود. أنا باعتقادي ليست المسألة راجعة لضعف معين في الجيش الوطني وفي المقاومة، القضية باختصار هناك ضغوطات وهناك لا قرار سياسي باتجاه الحسم العسكري في الحالة اليمنية حتى الآن. نعم، إذن ينضم معنا العقيد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد عفوا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أختي العزيزة.
سيدة العميد، بداية يعني هذه المواجهات التي حدثت في جبل هيلان، نلاحظ هناك تقدم واستبسال يعني وشجاعة أيضا في أداء الجيش الوطني وأفراد المقاومة الشعبية. هل نحن الآن أمام مرحلة تاريخية مهمة بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ شكرا لك أختي الكريم ولقناة بلقيس. أيضا الحقيقة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليس اليوم فقط، وإنما منذ البداية كانت هذه المقاومة وكان هذا الجيش فعلا لديه وازع ودافع وطني يؤمن بقضية الوطن الواحد الذي يتساوى فيها كل الأفراد في المجتمع ضد انقلاب أتى على مقاومة الدولة، دمر كل يعني مقاومة هذه الدولة الاقتصادية والعسكرية وحتى السياسية والثقافية، ودخل حتى في المسائل الدينية لمحاولة تدمير العقلية اليمنية. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم يسطرون هذه الملاحم، ليس اليوم فقط وإنما منذ أن بدأت معركة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في نهم اليوم، في تعز، في البيضاء، في الجوف، في كل المناطق بفضل الله سبحانه وتعالى. أستطيع أقول لك وبكل وضوح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم غير الأمس. نعم، إذا يعني هل صناع التكتيك العسكري أو القيادات العسكرية مدركة لأهمية هذه البسالة لدى القوات يعني العسكرية وضرورة أيضا الحفاظ على هذا التجانس وهذه الروح الوطنية التي تحدثت عنها؟ لعلنا ربما منذ أن بدأنا في تكوين وتشكيل وتأهيل الجيش الوطني وأيضا تأهيل المقاومة حتى تصل إلى درجة الاحترافية، ربما كنا نسعى إلى يعني هذه النقطة التي تكلمت عنها. نحن اليوم وصلنا فعلا إلى درجة تجانسية والحمد لله تعالى أيضا احترافية، بدل حتى المقاومون الذي كانوا ربما ليس لديهم أي خبرة في أعمال القتال والجيش اليوم أصبحوا مدربين ولديهم القدرة على إدارة القتال، ولعلكم شاهدتم بعض اللقطات والفيديوهات التي تؤكد أن المقاوم أصبح ليس ذلك الإنسان المدني العادي الذي هجمت عليها الميليشيات ودمرت منازله ودمرت يعني مدنه وقراه، لا، أصبح قادر على المقاومة والعودة إلى الفعل وليس رد الفعل. نعم، طيب سيدة العميد، يعني هل هناك إسناد لهذه يعني المعارك التي شهدناها والبطولة التي شهدناها أيضا فيها أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، غطاء جوي ومدفعي أيضا؟ أنا أؤكد لك هذا الكلام اليوم، لعلكم تابعتم الطيران تدخل في كثير من المواقع. نحن ربما إخواننا في التحالف كانوا يحاولوا أن يلتزموا بضبط النفس حتى يلفتوا ما جاء من اتفاقة الظهران، لكن هذه الجماعة المسلحة لا تفقه في السلم وإنما تفقه بالقوة والسلاح. الآن بفضل الله تعالى هناك إمداد سواء بالطلعات الجوية أو إمداد على الأرض، يعني أقول لك هذا الكلام، وربما قد سبقني في ذلك الأخ المتحدث باسم مقاومة صنعاء، والأمور تسير إن شاء الله باتجاه طيب، إما أن يرضخوا للسلم أو يرضخوا لقوة السلم كما يقال. نعم، إذا شكرا جزيلا لك العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اسمح لنا أستاذ نبيل أيضا أنت أستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، لو تحدثنا عن كل هذه الأحداث التي يعني مرت بها اليمن خصوصا في الآونة الأخيرة، الذي يحدث في عدن، مأرب أيضا، المكلا، الآن جبهة صنعاء، ما أثر كل هذه الأحداث على التحولات السياسية بشكل عام؟ لا شك أنه هذه الاختلالات الموجودة والإشكاليات الكبيرة التي حصلت وتحصل خلال المرحلة هي إشكاليات طبيعية في إطار انهيار كامل منظومة دولة كانت موجودة ومؤسسات، أيضا إرث أكثر من 3 عقود من الزمن من الاستبداد والفساد السياسي وشراء الولاءات وشبكة مصالح والمافوية السياسية، ليس فقط على مستوى المافوية السياسية، المافوية حتى على مستوى الحشيش والمخدرات. لا تنسى أنه اليمن إحدى أهم بؤر مرور هذه الآفة إلى دول المنطقة وإلى الخليج العربي تحديدا، من خلال نظام عمل على صناعة مافوية سياسية تعتاش على كل هذه العاهات الموجودة. وبالتالي ما يحدث اليوم هي ارتدادات لمثل هذه، لفقدان مصالح كبيرة لبعض الأطراف التي كانت منضوية في إطار منظومة النظام السابق، منظومة علي عبد الله صالح، وأيضا الارتباطات الإقليمية أيضا، ونعرف أيضا أن ارتباطات شبكة
تهريب السلاح والمخدرات أيضا هي جزء من المنظومة القائمة عليها جمهورية إيران الإسلامية بين قوسين، وبالتالي ما يحصل من ارتدادات أيضا على كل المستويات الأمنية كما حدث بالأمس في المكلا وما يحدث في أيضا في عدن، هذه كلها ارتدادات طبيعية، وأيضا حصل قبل يومين في مأرب. كل هذه هي آخر أوراقهم التي من خلالها يريدوا أن إبطاء حالة استعادة الدولة واستعادة مؤسساتها واستعادة الفراغ الموجود. وبالتالي مثل هذه الأحداث هي أحداث طبيعية، نحن لا نتوقع أنه بين عشية وضحاها نستطيع أن 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 يستتب الأمن وأن نستعيد الحياة بسلاسة في واقع ملغوم بكل إشكاليات وتناقضات اللحظة السياسية طيب يا أستاذ نبيل، يعني أنت تتحدث عن مجمل من الأوراق التي تعد خطيرة، كيف بالإمكان يعني في ظل دولة يعني لم تتماسك بعد، لم تستعد توازنها، لم تستعد حتى يعني لم تستعد بشكل عام، كيف يمكن التخلص من بعض هذه الأوراق الخطيرة حتى تتخفف أو يتخفف اللعب؟ في إشكالية خطيرة أيضا، هذه الإشكالية الجوهرية ومركزية اليوم في مدى الفشل الموجود اليوم في الحالة اليمنية. هذه الإشكالية تكمن في عدم وجود رؤية واضحة ودقيقة للتحالف العربي. أنا باعتقادي أن تجربة عدن خير دليل وشاهد على وجود تخبط، وجود تناقضات كبيرة وكارثية تكاد تنعكس سلبا وتكاد تعيد الجهود أو تجعل جهود التحالف العربي تروح هباء وسداء. الذي يحدث هو أنه لا وجود خارطة واضحة لتنطلق من مفهوم الشرعية التي استدعت هذا التحالف. إذا كان التحالف يقول بأن رؤيته هي استعادة الشرعية، بس بأي كيفية استعادت الشرعية؟ أنا باعتقادي أنه تجربة عدن يجب ألا تتكرر، ويجب تلافي هذه الإشكالية الخطيرة التي أدت إلى وجود كنتونات لا شرعية تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة وتدعي أنها تعمل، بل والكارثة أنها تعمل ضمن إطار ورداء الشرعية، بينما هي في على الأرض تعمل بشكل مناقض وبشكل صارخ ضد هذه الشرعية. إذن يسعى التحالف أين هي الدولة؟ أين هي رؤية الدولة الحكومة؟ كما قلنا نحن أمام حالة ميوعة سياسية، هذه الميوعة السياسية تمثلت بالضعف الموجود في الحالة في حالة الصفة الشرعية، لكن هذا الضعف الموجود في حالة الصفة الشرعية كان ممكن أن يتم ردم هذه الفجوات من خلال وجود رؤية للتحالف العربي، التحالف العربي الذي يقوم على استعادة الشرعية التي لها الحق في إدارة واستعادة كل مؤسسات الدولة، لا تخليق حالة ميليشيوية داخل صف الشرعية كما هو الحالة الكائن اليوم مثلا في مسمى ما يسمى بالحزام الأمني في عدن. هذا الحزام الأمني الذي يعمل كحزام ميليشيوي في إطار حالة الشرعية ويمارس أعمال خارج، بل تعمل على إنهاء مسألة الشرعية وطمسها في بأي حال من الأحوال. نحن أمام حالة إرباك سياسي، هذا الإرباك السياسي يجب أن يتم تلافيه من خلال وجود مصفوفة واضحة. الحكومة الشرعية هي التي لها الحق في إدارة المشهد الأمني والمشهد السياسي والمشهد الاقتصادي، بعيدا عن الحالة الميليشيوية التي يراد تخليقها من قبل بعض الأطراف في التحالف العربي، ورأينا كما هو الحال في عدن، لا يجب أن تتكرر تجربة عدن في المناطق الأخرى. أنا باعتقادي أنه هذه الهشاشة الموجودة يجب أن تتلافى في وجود رؤية للتحالف العربي، رؤية تستند إلى الشرعية الموجودة في الحالة اليمنية. إذن ربما هي الهشاشة يعني أصابت أكثر من مكان، يعني ليس فقط على الأرض وإنما أيضا على مستوى المشاورات التي يعني يراها الجميع بأنها عقيمة، ويرى الجميع بأنها ربما منسدة تماما سياسيا. هذا الانسداد السياسي، يعني هل يمكن لنا أن نقول أن كل طرف ينتظر الآخر أن ينسحب حتى يحمل هو عبء فشل هذه المشاورات؟ أولا لنكون صريحين في توصيف ما يحصل في الكويت. أنا باعتقادي أنه ما يحصل في الكويت هي حالة، هو ضغط أممي واضح وكبير يمارس على الشرعية ويمارس على المملكة العربية السعودية والتحالف العربي بشكل عام. هذا الضغط يراد من خلاله تمرير الشرعية جديدة أو إكساب الانقلاب شرعية جديدة بضمه ودمجه ضمن إطار المؤسسة الشرعية الموجودة والمعترف بها دوليا. هذه الحالة فشلت ووصلت إلى طريق مسدود، لكن لا زال هناك إصرار دولي وأممي، الإصرار الذي تمثل بزيارة بان كي مون إلى هذه المشاورات والضغط باتجاه بالحديث. أيضا رأينا قبل يومين تصريحات المسؤولين الأمريكان ذهبوا إلى الكويت والتقوا بوفد الحوثي وقدم لهم الحوثي الاعتذار وقال لهم أن شعار الحوثي ليس الموت لأمريكا ليس مقصود به الأمريكان. إذن ألا يدل هذا أنهم يتحركون بشكل أصوب لصالحهم؟ هي جزء كبير من الوظيفة التي يؤديها وجودهم في الكويت هو التواصل الدولي،
يعني لا ننسى أن الانقلابيين من خلال ذهابهم للكويت حققوا نجاح إلى حد كبير، نجاح دبلوماسي، تواصلوا مع البعثات الدبلوماسية. أين الحكومة إذا لم تتواصل الحكومة وتكسب؟ الحكومة موجودة وهي راكنة على أنها معترف بها دوليا وأنها موجودة في هذا الطرف، لكن لا تقرأ في الخلفية الأخرى للمشهد أنه هناك تواصل لهذه الميليشيات مع المجتمع الدولي، ووصلوا أمس إلى تفاهمات ثنائية بينهم وبين الأمريكان فيما يتعلق بحديث يتم حديث عن أنهم قدموا ضمانات للأمريكان بأنهم سينسحبون بعض المناطق وسينسحبون بعض المدن. يعني هذا حديث جانبي أيضا خارج إطار، ليس فقط القرار الدولي 22-16 وإنما أيضا خارج أجندات ما تسمى بمفاوضات الكويت. نحن أمام مهزلة سياسية بكل ما تعني. إذن لما لا يعود الجميع سواء الأمم يعني المتحدة أو المجتمع الدولي بشكل عام، لما لا يعودوا بالضغط أو أن يعودوا بجميع الأطراف إلى مخرجات مؤتمر الحوار التي اتفق عليها أغلب يعني من هم في المشهد؟ أولا نحن من ما أدري من حسن نوايانا دائما نحن نتحدث عن المتحدة كأنها جمعية خيرية أو أنها عبارة عن معنية بالشرعية أكثر من أصحاب الشرعية أنفسهم. هذا نوع من الخطأ السياسي الكبير في التعامل وفي النظر إلى مثل هذه المنظمات. المتحدة منظمة إدارة مصالح دولية وإدارة صراع، هي تدير الصراع وليس تتحكم به، ولا توجد أيضا حتى المتحدة وآلياتها وبنودها وثائقها ليست من حقها أن توجد وتقول أن هذا الحق وهذا الباطل. هي تدير هذا الصراع بين مسمى شرعية ولا شرعية، بين انقلاب وسلطة شرعية. وبالتالي يعني كل ما تستطيع أن تفعله هذه المنظمة وبروتوكولاتها وأدبياتها هو أن توجد مسألة حل وسط بين هذه الأطراف وتتعامل معها كأنها طرف واحد. يعني هذه الإشكالية التي لم نفهمها حتى اليوم. نحن الآن حينما نحمل الأمم المتحدة ونحمل هذا المجتمع الدولي كله، المجتمع الدولي بالأخير هو مصالح، ومصالحه مع من؟ مصالحه مع من يحقق ويكفل له مصالحه غير الشرعية الموجودة في الداخل اليمني. إذن يعني لو يعني عدنا إلى موضوع التطورات العسكرية الأخيرة أو ربما ما يسطره الجيش الوطني والمقاومة في جبهة صنعاء وغيره، هل يمكن هي التي يعول عليها فعلا بحيث ترجح كفة الحكومة والشرعية؟ أنا باعتقادي هذا هو الحل الوحيد والمختصر الوحيد، أنه لن يتحقق الانتصار السياسي إلا من البوابة العسكرية في اليمن. الواهم من يظن أنه سيصنع في السياسة أو سيصنع بالمباحثات أو سيصنع بوهم السلام شيئا ما في الحالة اليمنية. الحالة اليمنية مرتبطة بعقدة تاريخية، عقدة صراع تاريخية تمتد إلى 1000 عام، ولم يكسر جمود هذه العقدة التاريخية إلا معارك سارت فيها دماء اليمنيين أنهارا كما حدث في فجر 26 سبتمبر. هذه المعركة لا زالت اليوم نحن نمضي كيمنيين على مسار هذه المعركة الأولى، المعركة الأم، معركة 26 سبتمبر. اليوم اليمنيون بانتظار معركة عسكرية جديدة تكسر حالة العودة المرتدة للإمامة من خلال انتصار عسكري يعيد الاعتبار اليمني. يعني هل تقصد أن استعادة الدولة يجب أن يكون بنفس الطريقة التي خطفت بها؟ ليس هناك حلول. الحل السياسي بمعنى القبول بنص الإمامة أو القبول بالإمامة كلية في إطار هامش سياسي مختل وضعيف كما هو الحال في الحالة اللبنانية. حزب الله هو الحاكم وهو المسيطر لكل أمور الدولة، بينما في كواليس المشهد أو في واجهة المشهد حكومة ضائعة ليس لها تأثير، لا يمكن أن تدير. وجود طرف معطل أو الثلث المعطل. نعم نحن أمام سيكون في الحالة اليمنية أخطر وأسوأ وأكثر تشوها من الحالة اللبنانية، بالنظر إلى أن الحالة الموجودة في اليمن حالة مستعصية تاريخيا، حالة حزب الله هي حالة طارئة على الحالة اللبنانية، بينما في الحالة اليمنية نحن أمام غول تاريخي. هذا الغول التاريخي ما لم نحسم الصراع معه عسكريا، وأنا باعتقادي أننا سنقع ضحايا قدر لمثل هذه. طب ألا تلاحظ معي أستاذ نبيل يعني أن هذه الميليشيا تتجه بأكثر من اتجاه أو تتحرك بأكثر من يد، يعني هي تلعب على المستوى السياسي وتلعب على المجتمع يعني مع المجتمع الدولي، وأيضا يعني في الداخل تحاول أن تجرف الدولة لصالحها من خلال التعيينات التي شاهدناها، من خلال يعني هي الآن يعني متجذرة في كل المؤسسات العسكرية والمدنية، وحتى يعني بحلقة الأمس وجينا أيضا حتى على المستوى القطاع الخاص، يعني يوجد لها مشرفين ومندوبين. نعم يعني هذه المسألة هل سيسهل التخلص منهم بمجرد حسم عسكري؟ أنا اعتقادي الحل العسكري والحسم العسكري هو الذي سيعيد هذه الأشياء التي ارتكبت وهذه الأخطاء الكبيرة والجسيمة التي تمثلت بتجريف الدولة، تمثلت بانهيار منظومة الدولة الأمنية والعسكرية وما إلى ذلك. أنا باعتقادي لا يمكن أن يحل هذا سياسيا. نحن لو دخلنا في حلول سياسية، نحن أمامنا أكثر من 100 سنة حتى نصل إلى ما كان قبل صبيحة 21 سبتمبر 2014. إذا قصينا 1000 سنة أو 100 سنة نناقش هذه القضايا، نحن اليوم سنعود
جيش لم يعد له ذلك الجيش الذي كان موجود. طيفنة الحالة السياسية، الحالة اليمنية على المستوى المدني والعسكري والأمني، نحن أمام غول وأسر شرهة للاستحواذ والسيطرة بحجة الحق الإلهي في سرقة الناس ونهبهم ومصادرة حقهم وانتهاك أعراضهم. وبالتالي نحن الآن أمام موقف تاريخي وحالة مفصلية في تاريخ اليمنيين، إما أن يذهبوا لسعادة كرامتهم وحريتهم ودولتهم، وإما أنهم سيظلوا عبيدا ألف عام قادمة تحت رحمة هؤلاء الدجالون واللصوص. نعم، هل يمكن أن نقول يعني أن الأمل هو قائم بكيفية تشكل الجيش الوطني بهذا الجنيس الخليط المتجانس، بهذه الرؤية الوطنية التي لديهم بهذا الشكل، يمكن أن يكون هو بؤرة لاستعادة الحياة بشكل عام سواء العسكرية أو المدنية؟ أنا باعتقادي مسألة الحديث عن الجيش الوطني وتشكيله اليوم لم يعد هناك خوف من عدم وجود جيش وطني. نحن حينما التهمت الدولة لم يبقى أحد في وجه هذه الميليشيات. اليوم نحمد الله نحن أمام جيش وطني متشكل من كل المناطق ومن كل القرى ومن كل الجغرافيا اليمنية. هذا الجيش الذي صنع الانتصارات بإمكانيته البسيطة وبروحه القتالية، هذا الجيش الذي له أكثر من عام دون رواتب واستطاع أن يقدم ويضحي ويقدم دماءه يوميا على امتداد الجبهات دون أن ينظر إلى حاجاته ومستلزماته اليومية له ولهم ولأسرهم. نحن أمام حالة أسطورية في تحقيق معنى البطولة والتضحية والفداء بكل تجلياتها. نحن اليوم لا خوف، اليوم لدينا جيش وطني ولدينا مقاومة وطنية هم الكفيلين اليوم بإيجاد واستعادة الدولة، وبالتالي لا خوف اليوم. الخوف الكبير هنا هو الذهاب تحت مبررات الضغوط الدولية للقبول والاستسلام لحالة الفراغ السياسي أو لحالة المتاهة السياسية التي يراد فرضها على الحالة اليمنية. اليوم يجب أن نعول كثيرا على الجيش الوطني، ويجب أن نعول أيضا على وجود قرار سياسي حقيقي صادق وواضح ينسجم مع رغبة وإرادة وحماسة هذا الجيش الوطني الذي يقاتل في الميدان. أنا باعتقادي أن الهزيمة الكبيرة التي قد إذا قدر الله ستلحق باليمنيين هي من بوابة القبول السياسي بهذه الميليشيات كشريك في هذا الوطن، وقبل أن يتم كسر إرادتهم وكسر هذا الصلف وهذه الحالة الميليشوية. أنا باعتقادي غير ذلك نحن سنذهب إلى متاهة لن نخرج منها بعد ألف عام. نعم، طيب أستاذ نبيل، برأيك هل استفادت المكونات الجمهورية من أخطائها التي ارتكبتها في السابق؟ أنا باعتقادي أنه خلال المئة العام الماضية التي ذهبت من هذه الحرب، أنا باعتقادي اليمنيون استطاعوا أن يعيدوا كثير من الحسابات وأن يعترفوا أين أخطأوا وأين أصابوا في المرحلة السابقة. هناك أخطاء كبيرة تم ارتكابها. حالة الإمامة لم تتسرب إلى المشهد اليمني إلا في حالة المماحكات والصراعات البينية التي حدثت في الصف الجمهوري وفي الصف القوى الوطنية، ومن خلال هذه الصراعات استطاعت الإمامة أن تتسرب في شقوق الحالة الوطنية وأن تستعيد الإمامة في لحظة غفلة من اليمنيين. اليوم أنا باعتقادي أنه الكثير ذاقوا الدرس أو فهموا الدرس جيداً، حالة الانتهاكات، حالة الإهانة، حالة تجريف الدولة، حالة يعني ملشنة الحالة الدولة وأسرانة الدولة وتحويلها إلى قطاع لأسر معينة في صعدة. أنا باعتقادي كل هذه الأفعال أدت إلى حالة وعي كبيرة. هذه حالة الوعي تتجسد اليوم بنمو ظاهرة استعادة الدولة من خلال الجيش الوطني ومن خلال المقاومة الشعبية. نعم، أخيرا أستاذ نبيل، أمام كل هذه التحركات والأحداث الأخيرة إلى أن يتجه المشهد اليمني برأيك؟ أنا باعتقادي أنه الحسم السياسي، الحسم العسكري هو المشهد أو السيناريو الأكثر حضورا اليوم، ليس على المستوى انعكاسات المشهد الداخلي وتعقيداته، وإنما على المستوى الإقليمي أيضا. المستوى الإقليمي اليوم أنا باعتقادي أن السعودية تدرك جيدا أن الاعتراف بهذه الميليشيات والذهاب معها في حلول سياسية معناته انتظار دخول المملكة في متاهة صراعات طائفية بينية شديدة ستكون رأس حربة هذه المعركة. هم جماعة الحوثي التي تستخدمهم إيران كماشة على المملكة العربية السعودية، وخاصة كما رأينا اليوم أصبحت المملكة محاصرة من الشمال من الجنوب ومن الشرق من خلال الحشد الشعبي وجماعة الحوثي. وبالتالي ما لم يتم الحسم المعركة عسكريا في اليمن، أنا باعتقادي أنه سيكون هناك تهديد وجودي حقيقي لم يعد مجرد تكهنات سياسية، وإنما أصبحت معلومات يدرك السعوديون جيدا مثل هذه من خطورة هذا المشروع الذي يعتمد على خاصرتهم الشمالية. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي نبيل البكيري، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، كونوا بأمان الله.